مسيح الدجال شركة إنك ما كان نسوع يهوي وأنا في تمد وجوين أرلاد الصومر تونتا لقب لاب مالك إلى سبحانه وتعالى أبو ري نبي آدم إلى أنت وقيامه وكدعي متشر النبي إلا وجد قوم كيسة وامد عورا وشاغن دونا أولوهية دا يسوغو بيل شاغا يدد كانا لوميني نبي قول حبيل صلى الله عليه وسلم أن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم بمعنى أي أنا أكفيكم إياه أنا إذن كغفلا وحكم ذا صفات كيسة إنو ياهي الرجل الرجل أعصانا أو قابان أو دير وتميه سكو صدع وجهيسا وحنا لبدي سين ربيحو ذاك قران كافر قفك صدو مسلم وآخر ميا ندوح قرية من واحد قرين بي وحق الله سفات كيسا كم ذا إنو ياهي ممسوح العين كارهان إيشا مدي وانا مد عقيم وآوحور دالين وحا بحيتان كالدجال كم ذي على مدها الساعدة إيوا وين وحانو قصو بحيدونا جهادا أما دانكا مشريق أما عرعب صوبحا من خراسان وحانا راعي دونا تضباطنكم ويهودا اسبيحان كاملا كادي هو دغاقيا اسو قلي جزيرة دا ودا حيسامينا بين الشام والعراق ونجيدا دانكا إيو مكا إيا مدينة يسونا ووشيدا وحكاية لالدون كانوا قالوا مكية مدينة ملائكتها وصيفوه دائية كغا إلى لندون وحكاية فتنة ديسة إنو صومر الدونة ميد نور ويغميسان دونان وحاو سمد عمر الدونة إن الرابيسو أو الرابين دونتا أرلا دانو في عمر الدونة إن وحسو سارتو أو سو سار دونتا واي بحسم الدونة ميلوه دا يماشيدو دا درب أوي انت ادرك صومر يا ميد نور هو بينينيا وحكم اذا فتن كيسا وقوة وين انو كصهر بحي الدونة وير دان يرى وكمنا مؤمنين تا وعلى مدي سقرانا يا نصفات كيسا قاسا وحاوكو ارى يوان قرى يا اغا تهادو بالدجال تاسو نوغو رمجري رسولكو عليه الصلاة والسلام حديث كيسا قاسا الدجال وحاوكو ارى نوحاد كارم تانا دان ديلك هنغا من صانع لي أرنك يا جميع كشكيسة حورنا يا نمايا حورنا يا كديب ودي لي انت دبديت وصانع لي وحورنا يا مركا ويل كيمو من كهاي صانع لي إلهي بنكود أرتي أرنتا علمي كجمان سجنان ما أنت أنا عين كديب بدون الدجالين الدلو لكن لو صلي معي سوى الدجال شوغا ميدك يبدي اي واحد سودي دونا عيسى ابن مريم عليه السلام وسو غاري دونا مركه واركو ان يحي عدوغي الهي هذه سدا او كغا تغنا هو هلاكسني ولكن سيشى النبي عيسى وديليا غعتي سانو كديلي دونا وحانو توسين دونا دادكا ليه كيسا يو اختي كيسا محاي تايها دابا وحيابها لقبت بادا يو فتنة دا يارمها الدجال وحاكمي دا عرمها دورا كو نقفو قبصدا اسلامك إيمان كانو وقوقو باسمعو إنو قرطو إله سبحانه وتعالى اسما ديسا يسفاد كيسا إنو يها إنو قرطو إنو إله سبحانه وتعالى ويها يمد كغير عابية نقصام ودا إلا حفتيو ترنكا يوضو هرية سورة الكهف في آخر كودي قفقا حفتيا ترنكا يوضو وكم إذا أول كسورة الكهف ولا قبت بادية فتنة الدجال وإنو كما أنقلو فتنة الدجال خاصة مركة وكفار وقود تشهد كالصلاة دائتا نبي قوحي رسال الله عليه وسلم متكين مركا واتحيات سنة يو إلهي هكما لنقل عفا قال إله اللهم إني أعوذ بك من عذاب الجهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحياء والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال والله أعلم.